هيئ نفسك لفرانكشتاين جديد. ابني إنسانا من أعضاء بشرية فتصنع وحشا. عالج إنسانا باستخدام أجزاء إضافية وستقوم بالزراعة. تعيد أعضاء الموتى الأمل للمرضى. لكن هل يمكن تجاوز سنن الحياة إلى هذا الحد؟ مهما فعلنا ستربح الطبيعة دوما. نحن نجتاز حدود ما يمكن زرعه باستمرار. أيمكن وللمرة الأولى زراعة الروح الإنسانية؟ في هذا الحقل تجاوزنا أكثر أحلام فرانكشتاين استحالة. إذا كنت سأموت أو أعيش بقلب خنزير، فما هي خياراتي؟ تعيش ماريس باتلر آخر أيامها، فشلت كليتاها وجسمها يسمم نفسه. دون معالجة طبية ستموت. كنت دائما قصيرة بالنسبة لعمري ونحيلة جدا، لم أعرف لماذا. أصبت بالإنفلونزا في يوم من أيام حزيران ولم أتعافى منذ إذن. حياة ماريس في خطر حتى تزرع لها كلية. يمكن أن تمر سنين قبل أن تحصل على كلية مناسبة. حتى عند ذلك قد لا تنجح العملية. طبقا للأسطورة حصلت أول عملية زرع في القرن الثاني عندما حصل مسيحي على رجل كانت تعود لرجل إفريقي. النتيجة أن العملية نجحت، فقد شفي المريض. أما الجراحون فقد عوقبوا بقطع رؤوسهم. أما في الواقع فمن يواجه كل الأخطار فهو المريض الذي سيخضع لعملية الزرع. لا أحد يفهم ذلك أكثر من بيتر لاندن، وهو طبيب لكنه أيضا مريض، وهو يقضي 15 ساعة أسبوعيا في غسل كليتاه. إنه ببساطة الفرق بين الحياة والموت بالنسبة لمرضى الكلى. يمكن الانطلاق من هناك للحصول على عملية الزرع، ولكنه العلاج الأساسي الذي يواجهه معظم الناس. غسل الكلية ليس جميلا كما يبين جسم بيتر، وهو لا يقارن بجودة الكلى الحقيقية. لكن ليس أمام بيتر خيار آخر، إما هذا أو الموت. لقد أخبروني عندما فشلت كليتاي بأنه لا يوجد متبرع مناسب للزرع في ذلك الوقت. أخبرت بوجوب خضوعي لغسيل الكلى. كانت التوقعات بأنه لدي بضع سنوات فقط. كنت دائما آمل بالعيش 5 سنوات إضافية. يوجد مفهوم سائد بين جراحي الزرع، وهو أن الأعضاء المزروعة كالبطاريات، عندما تتوقف واحدة تضع أخرى. لقد وضعوا واحدة لبيتر لكنها فشلت. عمري 56 سنة، قد أعيش 10 سنوات أخرى، لكنني لا أعرف كيف ستكون هذه السنوات. أرى 4 أو 5 سنوات أخرى من الحياة الجيدة. رفض جسم بيتر الكلية المزروعة، لكنه ليس وحده. فالرفض كان العقبة الرئيسة التي واجهها كل مريض خضع لعملية زرع تقريبا. قام أليكسيس كاريل بسلسلة تجارب للزراعة في أوائل القرن 19 باستخدام الكلاب. كانت الجراحة ناجحة، لكن الكلاب ماتت جميعا. اكتشف كاريل الرفض، لكن المشكلة كانت أنه لم يعرف ذلك. يحدث الرفض عندما يتعرف نظام مناعة الجسم على العضو المزروع كعضو غريب ويحاول قتله. هذا جزء من دفاع الجسم الطبيعي، مما يجعله أمرا صعب التفادي. قال الباحث بيتر ميدوار إنه يمكن خداع نظام مناعة الجسم إذا تطابق عضو المتبرع مع نسيج المريض، كما هي الحال في التوأم المماثل. كان لريتشارد هيريك توأم مماثل، وعندما أعطى الجراحون ريتشارد إحدى كليتي رونالد عام 1954 أصبحت أول عملية زرع ناجحة. إن لم تستطع خداع نظام المناعة عليك هزيمته. إحدى الطرق كانت تسميمه بإيزوثايبرون، وهو عقار طور من غاز الخردل القاتل.
كانت هناك طريقة أخرى لكن بتسخير قوة أكثر فتكا. تم استخدام الإشعاع لدفع نظام المناعة إلى الاستسلام، لكن هذا خلق مشكلة أخرى، وهي أن ترك المريض دون دفاعات طبيعية، مما جعله عرضة للجراثيم التي ستقضي عليه. حقق الأطباء إنجازا عندما اكتشفوا أنهم بإضافة استيرويدات إلى الأزيثوبرين يمكن استعمال جرعات أقل بكثير، مما يعني أن يبقى للمريض بعض الدفاعات. في عام 1962 أول من استخدم هذا الخليط الآمن كان الجراح توماس ستارزل. قمنا بعملية زرع كلية الأم للمريض وأبقيناه في غرفة العمليات، لأن الجميع في تلك الأيام ظنوا بأن قمع المناعة سيجعل المريض عرضة لكل أنواع العدوى، لذا بقي في غرفة العمليات لأسبوعين وربما أكثر. لكن المريض ترك غرفة العمليات في النهاية وما زال حيا بعد 30 عاما. مزيج العقار الجديد كان بمثابة الوصفة السحرية التي سمحت بمضاعفة أعداد عمليات الزرع، لكنها لم تكن مثالية، فقد رفض نصف المرضى أعضاءهم الجديدة في سنة. عندما كانت بيتي ألدريدج تنتظر أن تزرع لها كلية قبل أكثر من 30 عاما، لم يكن بإمكان أحد أن يخبرها متى يمكن أن تصل. كان علينا الاتصال بالمشفى كل نصف ساعة في حال أصبحت عملية الزرع وشيكة، لأنه لم تكن هناك وسيلة أخرى للاتصال بنا، لم تكن هناك هواتف خلوية. تبدأ الأعضاء بالذبول والموت حالما يزيلها الأطباء من المتبرع. كانت المشكلة تكمن بعدم وجود طريقة لإبقائها حية بعد إخراجها من الجسد. وفي عام 67 وجد الجراح فولكر بيلتزر حلاً، وهو إبقاء الكلى بسائل بلازما مكسو بكريوبريسيبيتات، وبذا يمكن نقل الأعضاء في كافة أنحاء البلاد أو حتى في كافة أنحاء العالم. يعد مركز التعليم والعناية بالأعضاء مهما في مجال الزراعة. هذه هي الأدوات التي سأحتاجها للعناية بالعضو. إن ذهبنا إلى موقع التبرع ولم تتوفر فيه الأدوات اللازمة، فيمكن العمل بأدواتنا. هذه أنابيب ضخ أستعملها للوصل بجهاز الحفظ بالتبريد لحفظ العضو. اليوم أصبح لخادم فرانكشتاين المطيع إيغور وجه محب وقلب طيب. مصائب قوم عند قوم فوائد، لهذا تستمر. نقلت أعضاء بشرية من مكان إلى آخر من قبل، ولكن ليس بيد الجراحين وإنما بيد أطباء الأسنان. في القرن 18 كانت الأسنان الجيدة نادرة، وكذلك أطباء الأسنان الجيدون. مع ذلك كان بعض الناس يبتسمون بأسنان بيضاء بياض اللؤلؤ، وذلك بسبب الجنود الذين لم يفقدوا في المعارك حياتهم فقط. فبعد كل معركة يحضر الزبالون ويخلعون الأسنان من أفواه الجثث. وحتى جورج واشنطن لبس طقم أسنان تم صنعه من أسنان الموتى. ابتسامته الواثقة جاءت من هذه التجارة الوحشية وليس من معجون الأسنان. فرانكنشتاين الشاب يختبر السر الغامض للحياة ذاتها، وهو يشكل أكثر ابتكاراته رعبا. لكن ليس هناك ما يخيف في عمليات زراعة الأعضاء حاليا. يمكن له أن ينقذ الأهل من أكثر الأشياء رعبا، وهو معرفتهم بأن طفلهم الصغير سيموت بسبب قلبه الضعيف. مرحبا، كيف الحال؟ بدلا من ذلك ينبض قلب طفل آخر في صدره الآن وهو بخير. كل شيء يبدو جيدا في العينة، والأهم أنه يبدو بخير. سنراكم لاحقا. أعطني كفك. كتبت له حياة جديدة، فقلبه لم يكن يتحمل.
جرت العملية بنجاح والحمد لله، ولهذا السبب جئنا إلى هنا. حدث هذا أول مرة في عام 1967 في مشفى في جنوب أفريقيا. كان قلب لويس واشكانسكي يموت، وكذلك هو. حادث مأساوي في إحدى شوارع كيب تاون زود واشكانسكي بمتبرع محتمل. امرأة شابة تدعى دينيس دارفال صدمتها سيارة، ماتت، لكن قلبها ظل يعمل. أقنع الجراح كريستيان برنارد عائلة دينيس بالتبرع بقلبها إلى واشكانسكي. كان رائعا. عندما بدأ القلب بالخفقان استدرت إلى مساعدي وقلت: أتعتقد بأنه سيعمل؟ فأجاب: نعم سيعمل. وأصبح برنارد بين ليلة وضحاها أشهر جراح على الكوكب، فقد سبق إلى أول عملية زراعة للقلب. في جامعة ستانفورد قام جراحون مثل نورمان شوماي بأغلب تجاربهم على الكلاب، لكنه اليوم يبدو هادئا جدا مع أن برنارد خطف بريق الشهرة منه. لا يهم من يقوم بالشيء أولا، حقا لا يهم، إن المرح يكمن في التطوير. كان برنارد جراح قلب ماهرا، مريضه ما زال يواجه تهديد الرفض، ولم يجد أحد بعد طريقة آمنة للسيطرة عليه. عرفت بأنه لم يعرف الكثير حول ذلك الأمر، لذا أرسلت له رسالة أوضح له فيها كيف يشخص الرفض. لم يكن الرفض سبب قتل لويس واشكانسكي، وإنما عدوى بسيطة. انظر إلى هذا، هذا عندما مرض كان عنده ألم في الصدر. العملية كانت ناجحة، لكن المريض مات. في الأثناء وبعيدا عن الأضواء، كان فريق شاموي يحاول إنجاز العمل بشكل صحيح. سبب نجاة برنامجنا في سبعينيات القرن الماضي هو حقيقة نجاة مرضانا. هناك الكثير من الأخطاء في الطب الأمريكي، لكن من أحسن الأشياء فيه هو أن الأطباء لا يحيلون لك المرضى الذين لا أمل بنجاتهم. نجا مرضى أكثر، وتعلم الأطباء تمييز الفرق بين الرفض والعدوى. الأدوية الجديدة كانت تساعد، لكن ليس دائما وليس للكل. السعي للأفضل أغرى باحثا لعبور الحد بين العلم الجيد والسيء. لمع اسم ويليام سومرلين عقب فضيحة مدوية عندما أعلن في عام 1974 أنه وجد طريقة لتفادي الرفض دون استعمال أدوية. ادعى أنه يمكن أن يزرع جلد فأر أسود لفأر أبيض دون أن يتعرض للرفض. للأسف لون الفئران البيضاء بقلم حبر أسود عند صعود المصعد، ورفض بحثه بسرعة. واجهت ماريس الرفض أيضا، فجسمها رفض كلية من أمها. الآن تأمل بأن تزرع لها كلية من فرد آخر من العائلة، واليوم هناك فرصة أفضل بكثير لأن تنجح، والسبب يعود إلى أكبر إنجاز علمي في زراعة الأعضاء حتى الآن. دواء عجيب قادر على إيقاف دفاعات الجسم دون جعله عرضة للجراثيم. عقار السايكلوسبور مستخرج من فطر، وبدأ باستعماله كمضاد حيوي، مضاد حيوي عديم الفائدة، فهذا العقار يعمل على تثبيط جهاز المناعة. يعتبر السايكلوسبور أحد أهم الاكتشافات في التاريخ، أحد أهم الأدوية، ولا أعتقد بأننا سنحظى أبدا بهذا القدر من التحسن مع أي مركب آخر غير السايكلوسبور. باستخدام السايكلوسبورين حصل تطور كبير جدا في زرع الكلى الميتة. أصبحت هذه الأعضاء الكلوية الزائدة خدمة حية.
أرشدت باللورات السايكلوسبورين الصفراء إلى عصر ذهبي من جراحة الأعضاء، أزال العقار معظم الحيرة لدى المرضى وأطبائهم. أكثر ما يفرحنا هو أن نجد المريض جالسا على الكرسي في الصباح التالي ويسأل عن أحوالنا. على الذين أجريت لهم عملية زرع أن يأخذوا سايكلوسبورين مدى الحياة، لكن على الأقل عندهم حياة. أصبح للكوميدي بيليتي جيمس قلب جديد ومادة جديدة لعرضه المسرحي. إنه لأمر حسن أن أكون هنا، لكن في حالتي إنه لأمر حسن جدا أن أكون هنا. بسبب السايكلوسبورين صار بالإمكان زرع القلب والرئتين والكبد والكلى، بالإضافة إلى أنسجة مختلفة كالجلد والعظام والقرنية. هناك القليل جدا من الأعضاء التي لا يمكن زراعتها. إن كنت جراحا تؤدي الجراحة في غرفة العمليات، هناك زراعة تفوق الكل، إنها زراعة مزدوجة للقلب والرئتين معا. إنها عملية كبيرة، لكن سيفقد دم أقل بكثير إن زرعتهما في نفس الوقت. قد يبدو هذا عملا صعبا، لكن هذا ما يفعله الجراحون بالضبط. إن قلب المريض الأصلي سيزيد في النهاية، لذا يزرعونه لشخص آخر. هذا يؤدي لمفارقات غريبة تصل حدا تقابل فيه الشخص الذي يدق قلبه في صدرك. ذلك ما حدث لريتشارد ديفوس عندما ذهب إلى بريطانيا لإجراء عملية زراعة قلب. كان من المفترض أن يزرع لي قلب امرأة كانت موجودة في المشفى لإجراء عملية زرع قلب ورئتين. كانت بحاجة ماسة للرئتين، فقالوا إذا زرعنا لك قلبا ورئتين فهل بإمكاننا إعطاء قلبك لشخص آخر؟ توجد حمامات في المشافي الإنجليزية في آخر الرواق، إنها جزء من العلاج. لذا على أي حال علي أن أمشي كل الممر. خرجت هذه المرأة من إحدى الغرف وقالت لي هل حصلت على قلب في الثاني من تموز؟ قلت نعم. قالت لقد حصلت على قلبي. فتعانقنا. إن أخذ القلب لم يغيرني، مع أني أخذت قلب امرأة لم يتغير صوتي، حياتي بقيت كما هي. فعليا عمري 74 عاما وعمر قلبي 42 عاما، لذا فمتوسط عمري 59 عاما. طالما استمروا بأخذ السايكلوسبورين يستطيع مرضى الزرع التمتع بحياة طبيعية. لكن في أحد الأيام قرر فيني جانجيمي أن يتوقف عن أخذ حبوبه. يفترض أن يكون ميتا الآن، لكنه بصحة جيدة. بعد مرور أسبوعين لاحظت أمي أن هناك الكثير من الدواء في خزانة الأدوية. سألتني فأجبتها بأنني توقفت عن أخذه، فاتصلت بالمشفى وطلبوا مني عمل تحاليل دم. كانت النتائج دون تغيير يذكر. فيني لم يعلم بأنه يعرض نفسه لخطر كبير. لم تنجح هذه الطريقة مع معظم مرضى الزرع. عادة يصاب بعضهم بالرفض وبعض الأطفال ماتوا. لكن فيني شذ عن القاعدة. لسبب ما أهمل نظام المناعة كبده الجديدة. هذا هو التحمل، وإذا استطاع العلماء أن يكتشفوا كيف فسيكون الجواب على آمالهم. هذا التحمل الناس يطاردونه منذ سنين. لكن من الصعب البحث عن شيء لا تعرف كيف يبدو. التحمل نادر جدا ويحدث فقط في حالات زراعة الكبد، لكن الهدف هو جعله يحدث في كل عملية زرع. حتى إن لم يستطع التوقف عن أخذ الأدوية، فإن عاش طويلا وهو يعاني من تثبيط المناعة فهو متحمل جزئيا. بينما يستمر البحث يخطط الجراحون لعملية قتل أو معالجة
ستحول الخيال العلمي إلى حقيقة علمية، إنها عملية زرع الرأس. تحمل هذه العربة حمولة ثمينة، إنها تحمل كبدا جديدة تبرعت بها عائلة ضحية حادث. إنها كبد ملائمة لجو غيتس. جو سيموت دونها. كنت بدأت بالتخطيط لجنازته. قال الأطباء بأن أمامه 3 أشهر فقط ليعيشها. كلما تمت الزراعة أسرع كلما كان ذلك أفضل، لذا بعد أشهر من الانتظار بلهفة صار هناك سباق لإيصال الكبد للمريض. كانت زوجتي متحمسة جدا، فلم تستطع القيادة، لذا قدت السيارة بنفسي. إذا لم يصل المشفى في وقت مناسب سيحصل شخص آخر على الكبد، وذلك يمكن أن يكون بمثابة حكم إعدام لجو. الآن يتوقف الجراحون للجرد، فزرع الكبد صعب، ليس هناك مجال للخطأ. إذا لم يكن العضو سليما تماما يمكن للعملية أن تكلف جو حياته. أحيانا في هذه النقطة نلغي كل شيء. العلاج عملية ديناميكية وعلينا اتخاذ القرارات طوال الوقت. كل شيء يبدو سليما، ستجري العملية. إذا نجحت العملية سيخرج جو بأكثر من مجرد كبد جديدة. سيكون عنده أيضا علامة جراحية مميزة، فندبة العملية ستكون على شكل واي مقلوبة وتعرف بشق المرسيدس. ولكن كل هذا في المستقبل، فأولا يجب أن ينجو من العملية، وهذا حقا إجراء علاج أو قتل. الآن أزيلت كبد جو بلا رجعة. إمداد الدم للكبد معقد جدا، لذا فهذا الجزء من الجراحة صعب بشكل خاص. اكتشف توماس ستارزل صعوبتها في أول عملية زرع كبد عام 1963. كان بيني سولاس مريضا جدا، كان عدم إجراء العملية له محتملا، لكن أعتقد أن كل الإجراءات الجديدة تعمل تحت تلك الظروف. وضع بيني على جهاز التنفس وأخذ إلى غرفة العمليات. لم نكن مستعدين أبدا للنزيف الهائل، لقد فقدنا الأمل، لم نستطع إيقاف النزيف، لذا فقدنا بيني. تبدو الكبد جيدة. ناعمة. واللون جيد. الرابعة صباحا، أطول ليلة في حياة عائلة جو توشك أن تنتهي. كل شيء جيد. اسمي برنت، أنا الممرض. تم زرع الكبد منذ ساعة ونصف. سيخرج الطبيب ويتكلم معكم بعد نصف ساعة. كل شيء يسير على ما يرام. الحمد لله، الحمد لله. أنا عاجزة عن التعبير، لم يكن لدي شك، لكن ينتابني شعور جيد لسماعي ذلك. عندما استيقظت لم أصدق أنه حقيقة، لكنه كان. إذا سار كل شيء بنجاح، فكل ما يحتاجه جو هو سيارة مرسيدس تلائم ندبة المرسيدس. قد يكون الجزء الأشد إخافة انتهى بالنسبة لجو، لكن بالنسبة لماريس باتلر فهو على وشك أن يبدأ. وافق أبوها نورمان على إعطائها إحدى كليتيه. يعرفان بأنه من الممكن للأمور أن تسوء بالنسبة لماريس أو نورمان. يمكن أن تكون هذه آخر مرة يخرجان فيها معا. لقد سألونا ماذا سيكون شعوركم إذا تم زرع الكلية وفشلت. سوف نغضب كثيرا، لكن إذا أغلق باب واحد سيفتح الآخر.
علينا أن نقبل هذه المخاطرة. زراعة عضو واحد بمفرده أشبه بتبديل قطعة للسيارة بينما ما يزال محركها يعمل. تعد زراعة أطراف كاملة أعقد. تدرب الجراحون على إعادة زرع الأطراف. في عام 1975 انتزع خلاط الإسمنت يده. لقد لوى ذراعه فوقعت وتصلبت مع الإسمنت. كان علي اصطياد الذراع من الآلة بنفسي لأن كل زملائي إعادة ربط الذراع مخيفة أكثر. قال بأننا لا نستطيع عمل المعجزات لكننا سنجرب لأنني أرى أنك قوي. على مدى السنوات الثلاثين التالية أتقن أوين وفريقه عملية إعادة الزرع على الجرذان. عندما انتشر خبر أنهم أصبحوا على استعداد لتجربة ذلك على البشر لم يكن هناك أي نقص في المتطوعين. كان الناس يكتبون لي منذ 20 سنة. الكثير من الناس كانوا يكتبون آملين أن نساعدهم بما أننا نقوم بالزراعة. فذات يوم سنستطيع إرجاع أيد وأطراف مقطوعة إلى مكانها. سترى أيد بلا حياة تبدأ بالتحرك. سترى رجلا يتحول إلى أكثر وحش مرعب في العالم. حين قام أوين بأول زراعة لطرف لم يحول المريض إلى وحش مرعب، لكنه لم يجعله صالحا أيضا. كان المريض نصابا حذقا يدعى كلينت هالم. عندما استيقظ كلينت هالم وكان قد قرر مسبقا قبل أن يذهب للنوم بدون يد بأنه مهما حصل ليده ستظل يده دائما. لقد تكيف عقلي على فكرة أن يدي موضوعة في الثلج حتى يعاد تركيبها. أصلح الجراحون يد كلينت، أما شخصيته فلا. سرعان ما أدار ظهره للأطباء وسرق بطاقة ائتمان مريض آخر وهرب من البلدة. لكن حتى هو لم يستطع خرق سنن الحياة. دون مثبطات المناعة رفض جسمه اليد. رغم خيبة الأمل هذه، أوين ما زال يعمل جاهدا لفك غموض عملية الزراعة. ها هي الرجل. سيحظى هذا الجرذ بحياة مرفهة. سنعامله كحيوان أليف وسيصبح له اسم. سيحظى بالتقدير على مدى سنة أو اثنتين حتى يموت. ليست هناك حدود فعلية، مع أننا نقول في هذه النقطة إننا لا نستطيع قطع رأس وزرعه لشخص آخر، فذلك زراعة جسد بأكمله للرأس. في جامعة كيس ويسترن ريزيرف حدث زرع الجسم الكامل، فالوقت لا يتوقف أبدا في جراحة الزراعة. جلست لأعرف كيف يمكن أن أقوم بعملية نقل الدماغ وفي نفس الوقت أبقيه في الرأس لأستعمل أعصاب الدماغ ولأجعل هذا الدماغ يرى ويسمع ويتذوق ويشم ويستعمل وجهه. أخيرا في الصباح الباكر في هذا المختبر حيث نحن جالسون الآن استطعنا نقل رأس A إلى جسم B دون التدخل بالدورة الدموية. لقد استعاد الحيوان الوعي، وما عرفناه بعدها بأنه استيقظ تماما وكان يتابع الناس في المختبر بعيونه. كان مشاكسا جدا، كاد أن يقطع إصبع أحد التقنيين. عديد من هذه التحضيرات استمرت لأيام. خطر ببالي في ذلك الوقت أن ما فعلناه لم يكن هناك سبب يمنعنا من تطبيقه على إنسان. هل يمكن أن نفعلها للمرة الأولى في التاريخ؟ هل يمكن زراعة الروح الإنسانية؟ Yes, a work of her soul. How can you make of her an experiment of horror?
هناك عائق صغير لزرع الجسم الكامل، سيشل المريض من الرقبة للأسفل، لكن كريغ مشلول أصلا. كنت بعمري 19 سنة في يوم الآباء حزيران الأحد بعد الظهر. كنت أغوص طوال النهار، كنت متعبا، ذلك كان سبب الحادث. الغوص بينما أنا متعب، كنت أحاول تنفيذ الغطس بشكل صحيح. قبل دخول الماء عرفت بأنني أخطأت في شيء، تلاه أنني استيقظت بعد 4 أسابيع. جسم كريغ هو فقط جهاز لإنعاش رأسه، وعندما يفشل عملية العلاج أو القتل ستكون خياره الوحيد. شخص ما عليه أن يبدأ. صدقت هذا المشروع من البداية. امضي وقم به. كلما عرض فيلم فرانكشتاين على التلفاز لم أظن أن أحدا سيشاهد الفيلم كاملا. بالنسبة لي فرانكشتاين أتقن دوره، عرف ما كان يحدث قبلنا بكثير. رأس كريغ سيستند قريبا على أكتاف شخص آخر. إذا بدت تلك الفكرة مخيفة، هناك واحدة مخيفة أكثر. جراحو الزراعة أصبحوا ناجحين جدا، بحيث أن هناك نقصا في أعضاء المتبرعين. المرضى المنتظرون يموتون بجموع هائلة، الموتى فقط يمكنهم المساعدة. إن كان هذا سجن، ينتظر هنري بليك اتصالا آخر من الحاكم لإنقاذ حياته. إنني جاهز جدا للموت ليلة السبت، لماذا سأعيش؟ لكنني قررت المحاربة أكثر قليلا. هنري كان يبني محطات الكهرباء. الآن محطة كهربائه الخاصة فشلت، وتبقيه الآلات على قيد الحياة بينما ينتظر قلبا جديدا. أود أن أعود للعمل. كنت أبني محطات الكهرباء، كنت عامل بناء ومشرفا. أرغب ببناء محطة كهرباء أخرى قبل أن أموت. شخص ما يجب أن يموت لإنقاذه، لكن فرص هنري في إيجاد قلب متبرع في الوقت المحدد ليست جيدة. هذا مثير. فوجود تلك المشكلة شهادة على فعالية الزراعة. لو لم تكن جيدة جدا لما تاق أحد لزراعة عضو بديل. غالبا آمال الأحياء تدفن مع الموتى. في الولايات المتحدة وحدها أكثر من 75,000 ينتظرون الزراعة، ويموت عدد منهم كل يوم. إنها لعبة انتظار القتل أو العلاج التي لا يريد أحد أن يلعبها. بيتسبيرغ عندها حائط لإحياء ذكرى الناس الذين تبرعوا بأعضائهم. إنه مفتوح في أي وقت لعائلاتهم، لأن قرار التبرع في أيديهم. أصيب ابني بطلقات نارية قبل 8 سنوات واقترح علينا التبرع. لم يوجد ما يمكن فعله لدارن، لكن أعضاءه ظلت حية لمساعدة شخص ما. آتي كل مدة وأتذكر. حصل سكيب دير على قلب دارن، مما أنقذ حياته. إنه دائما عجيب عندما أفكر به. كنت على بعد خطوات من عتبة الموت، وفي لحظة أصبحت أعيش حياة صحية. كتبت رسالة إلى عائلة المتبرع،
لابد أنني كتبت تلك الرسالة 8 مرات. حاول بنفسك كتابة رسالة إلى شخص ما وقل له في تلك الرسالة: شكرا على قلب ابنك، لقد ساعدني كثيرا. رؤيته ومعرفة أن قلب دارين يعيش في شخص قوي ومعافى ويتابع حياته شيء جيد. نورمان باتلر يعتقد أنه شيء جيد إعطاء إحدى كليتيه إلى ابنته، وماريس تعتقد بأنه شيء جيد جدا أيضا، لكنه ليس دجاجة، لذا خضع لسلسلة من الفحوصات ليتأكدوا أنه ملائم بما يكفي للنجاة من العملية، وبأن تاريخ انتهاء كليتيه لم يمر بعد. هناك أخطار لماريس أيضا أضعف فشل وغسل الكلية جسمها. كلاهما يتحلى بالشجاعة، لكنهما يعرفان أن هذا كله يمكن أن ينتهي بشكل سيء. الحصول على عضو من متبرع أمر صعب، لكن الحصول على عضو من متبرع ميت أصعب بكثير. أستصعب فكرة أن يقول شخص ما لا لإنقاذ حياة أخرى. ثلثي الناس الذين نقترح عليهم يقولون لا. تخيل أن أحد أبنائك مات للتو والأطباء يريدون أخذ أعضائه وإعطائها لشخص آخر. الاحتمالات هي أنك ستجد الكثير من الأسباب لعدم قبول ذلك. بعض الناس يعتقدون بأنه ضد ديني. لا أعرف دينا ضد تبرع الأعضاء. بعض الأديان تدعم التبرع بالأعضاء بقوة، وبعضها تترك الأمر للفرد. عندما يموت حبيب للتو، حاجات غريب ربما تكون آخر شيء تفكر فيه. ريتشارد ديفوس يتذكر أما حزينة قال ابنها بأنه يريد التبرع بأعضائه. لذا استفسرت في المستشفى ووافقوا، وجاء أحدهم وبدأ بالتحدث معها عن ذلك وطلب القلب، وقالت حسنا، والكليتين، وقالت حسنا، والكبد، وقالت حسنا، والجلد. عندها تجمدت، لم تتخيل أخذ جلده، لذا قالت لا. طلبت أن تفكر في الموضوع. لقد قالت فزعت ولم أنهي الطلب أبدا. عندما يجتمع كل شيء يجلب التبرع بالأعضاء منافع هائلة للمستقبلين. هذه جنازة دون جثة، فلم يمت أحد. كل الموجودين هنا يحضرون ليعبروا عن امتنانهم لجميل الأشخاص الذين منحوهم أعضاءهم، فلقد خضع جميعهم لعملية زراعة. مايكل جونز حصل على كبد، إيفان مكفارلين حصل على كلية، هيزل جونز حصلت على كلية، كريس نان حصل على كلية. في هذه الأثناء ماريس مستعدة لاستلام كليتها من أبيها. الإجراء يشمل مريضين وعمليتين مختلفتين جدا. إن حصل أي خطأ ستكون هذه آخر لحظة لهما معا. سيحظى كل منهما بفريقه الجراحي المختص. جراح نورمان عليه قطع أوعية دموية رئيسة وإزالة كليته دون أن يضر الكلية أو المريض، ولكن هذا هو تحدي التبرع الحي. أفترض أن المتبرع الجيد هو شخص شجاع حقا ويستطيع تقبل أن الكلية قد لا تعمل. بينما يقوم جراح نورمان بعمله، يستعد فريق ماريس لعملهم. عمل جراحها سيكون أخذ الكلية وزرعها في مكانها، إجراء حساس جدا. موسيقى
أتطلع إليها. ليست الجراحة الأسهل، لكنني أتطلع إليها. من بين كل العمليات التي أقوم بها، هذه التي تحمل أكبر حمل عاطفي، مبدئيا لأنها تتضمن شخصين، أخذ كلية من شخص سليم وإخضاعه لعملية. عندما يبدأ تزويد الدم ستحين لحظة الحقيقة لماريس، وسيعرف الجراحون إن كانت الكلية بقيت سالمة أثناء نقلها من الأب إلى البنت. وعندما أحرر هذا تصبح وردية. يوجد بول ينتج هناك. الإشارة الأولية جيدة، ويبدو وكأن الأب مر بالعملية على خير. تبدو ماريس بخير أيضا، لكن على مدى الأسابيع القليلة القادمة ستمشي على ذلك الخط الرفيع بين العدوى والرفض. خلال بضعة أشهر إذا لم تقع حوادث رفض، من المحتمل أنها ستبقى لعدة سنوات، ربما 30 سنة وربما أكثر. وضع والد ماريس حياته على ذلك الخط لإنقاذها. الوقت وحده سيخبرنا إذا ربح الرهان. كل عملية فيها بعض الخطر، لذا هناك دائما إمكانية أن يقتل العلاج المتبرع، شيء يفضل الأطباء والمتبرعون تفاديه. لذا ليس من المفاجئ أن العلماء يبحثون عن طرق يخرجون فيها المتبرعين من الصورة. البحث عن الأعضاء المناسبة يخرجنا من العائلة إلى الزريبة. حتى إذا جمعنا كل عضو مناسب من كل متبرع مناسب، سيبقى هناك نقص. ذلك النقص يجعلنا ننظر إلى بعض البدائل الجذرية. عندما نزرع عضوا من حيوان إلى إنسان، يدعى ذلك الزراعة بين الأباعد. استعملنا صمامات القلب من الخنازير منذ 70s، لكن الزراعة بين الأباعد ظهرت منذ 20s. متطوعون من سان كونتين أعطوا زرعات خصيات من الماعز. تعليقات السجناء اللامنطقية ألهمت بعمل احتيالي ضخم. خصية الماعز الخاصة بالدكتور جون برينكلي لعبت بمخاوف الرجال بشأن رجولتهم. العديد منكم يأتون إلينا عند توقف وتحطم كل الأجزاء العاملة في أجسامهم. لو أتيتم إلينا في الوقت المناسب لأمكنكم التقدم سعداء مشرقين وصحيين متألقين. برينكلي كان مشعوذا مؤثرا ومخادعا رائعا، حتى أن سكرتيرته صادقت على مبايض العنزة المزروعة. أثق حقا بزرع غدة الماعز. جاءوا على عكازين وخرجوا مثل الشباب. رأيت العديد منهم بتلك الحالة. بقيمة 750 دولارا آمن برينكلي بخصيات الماعز. بحلول عام 1938 جنى 12 مليون دولار. كان مدركا كثيرا لحقيقة أنه كان مجنونا في الحقل الطبي ولم يكترث لذلك، لكن سياسة برينكلي كانت بالالتفاف حول القضاء لكي لا يوقف عن العمل. باع برينكلي خصيات الماعز عن طريق محطة إذاعية خاصة به. لفترة ما كان المرسل الأقوى في العالم. أقالته الجمعية الطبية الأمريكية أخيرا من مهنته. لم يستطع الاستمرار أكثر، ووقع في ضائقة عندما منعت خدعته. مع ذلك اليوم يدخل الباحثون جينات إنسانية في الخنازير، بينما هذا لن يجعلها كالإنسان، سيخدع نظام مناعتنا بقبول أعضائها. لكن هناك مشاكل. لدينا طريق طويل جدا لجعل قلوب الخنازير متوفرة للزراعة، وهذا حتى بدون اعتبار لنقل الفيروسات التي كانت مجهولة إلى الناس. فيروسات الخنازير خطر حقيقي،
إذا انتشرت بين البشر يمكن أن تؤدي إلى أمراض جديدة وفظيعة. لكن إن كنا على حافة الموت معظمنا قد يراهن على علاج يمكن أن يقتلنا. إن كنت سأموت أو يكون لي قلب خنزير، ما هي خياراتي؟ هناك بضع خيارات لمولود جديد بقلب مشوه، لإبقاء الطفل الفي حية حتى يجدوا قلب إنسان أعطاها الأطباء قلب بابون. لم تحصل في على قلب إنسان وماتت بعد أسبوعين. سيكون أفضل بكثير إن استطعنا تنمية قطع غيار إنسانية حسب الطلب. في سنغافورة الباحثون ينمون نسيج المريض حول قالب قابل للتفسخ. حين يذوب القالب ما يبقى سيكون فكا سفليا صنع حسب الطلب، وسيكون حسب القياس والشكل. في هذه الأثناء في الولايات المتحدة العلماء ينمون أعضاء كاملة في المختبر. كجراح لا شيء أسوأ من أن تجد نفسك في غرفة العمليات بحاجة لنسيج أو عضو معين مع عدم توفر ذلك النسيج أو العضو. هنا عندنا خلايا الكلية، ننمي بعض خلايا القلب وبعض خلايا الغضروف حتى لا يحاول جعل الخلايا تقوم بما تقوم به طبيعيا النمو حتى تصبح أعضاء كاملة. نسأل أنفسنا دائما مما خلق هذا النسيج أو العضو، هذا ما نحاول محاكاته. وفي الحقيقة كل الخلايا التي نستعملها تعرف بالضبط ماذا تفعل إذا وضعت في البيئة الصحيحة. هنا مثلا لدينا هذه المثانة، مثانة إنسانية مصممة للزراعة في جسد الإنسان. لأجيال أخافتنا هوليوود بالنظرة القوطية للزراعة، لكن الأمر ليس عن صنع الوحوش. اليوم واحد من هذين الاثنين يمكن أن يحصل على قلب غريب يخفق في صدره. في حياة واحدة الزراعة تقدمت من تجربة قتل أو علاج بائس إلى عملية لإنقاذ الحياة. للأسف الزراعة المثالية تبقى بعيدة المنال، لكن ذلك ليس مفاجئا جدا، العلم ما زال صغيرا جدا. كان مغامرة حقيقية، ما زلت أرغب في العيش 50 سنة أخرى لأرى كيف سيستمر بحث الخليات الجذعية والزراعة بين الأباعد. لم يمر يوم دون تعلم شيء مهم حقا. لا تستطيع انتظار الذهاب للعمل في الصباح ولم ترد العودة للبيت في الليل. بعض الناس ما زالوا يواجهون إمكانية عدم عودتهم إلى البيت كليا. أود بناء محطة كهرباء قبل أن أموت. بالنسبة للآخرين زراعة ناجحة يمكن أن تعني فجر حياة جديدة. إنه حقا شيء هام ولا شيء مثله.